بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الساعات على بعض، وفضل الأنبياء والمرسلين بعضهم على بعض، وفضل من الليالي ليالي بعضها على بعض. وهذا الشهر الذي نستظل بظلاله، شهر رمضان، فيه ليلة خير من ألف شهر، اختص الحق تبارك وتعالى بها هذه الأمة المباركة خير أمة أخرجت للناس، أمة الإسلام والمسلمين. إنها الليلة التي ولد فيها نور الإسلام ليملأ الدنيا عدلا ويملأ الدنيا فضلا وسماحة وخلقا. إنها الليلة التي نزل فيها الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وظلت الكلمات الرطيبة تصب في سمع النبي وقلبه صبا حتى مطلع الفجر، ودام الفجر وفجر الإسلام خالد أبدي. إننا نعيش هذه الليلة، ليلة القدر، ليلة الخير، ليلة الشرف. أكثروا فيها من الدعاء لله سبحانه وتعالى. خير ما نستهل به هذه الاحتفالية عبر موقع وزارة الأوقاف هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة القدر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل
سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد أن عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، يسعدنا أن نقدم لكم هذا الحديث الديني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا الشهر الكريم، ألا وهو فضل قيام الليل. يحدثنا إياه فضيلة الشيخ هاني عنتر السباعي. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحباب، في رحاب هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر العبادة والتقرب من الله عز وجل، شرع لنا ديننا الحنيف عبادات نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا. من بين هذه العبادات التي شرعها لنا عبادة قيام الليل. وقيام الليل عبادة من أجل العبادات، بل هي من أخص العبادات، لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وذلك لما فيها من السر ولما فيها من دفع المشقة ومجاهدة النفس والشيطان، ولما فيها من شدة الخشوع والتدبر لقراءة القرآن الكريم. وهذه العبادة أمر بها ربنا جل وعلا، بل إنه سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم حال أولئك الذين يقومون الليل وساواه أو فاضله بمن لا يفعلون. أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وقيام الليل أيها الأحباب سبب لنيل رحمة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقيام الليل أيها الأحباب سبب من أسباب دخول الجنة والفوز بنعيم الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولما كانت عبادة الليل سر خفي بين العبد وبين ربه جل وعلا، جعل الله تبارك وتعالى ثواب من يقوم بها سر بينه سبحانه وتعالى لا يطلع عليه غيره. فقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. إخوة الإيمان والإسلام، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أروع المثل للإصلاح بين الناس، وبين لهم أن الشحناء والبغضاء هي الحالقة التي تحلق الدين وليست تحلق الشعر. وكم من المواقف التي
بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب الأمثلة من خلالها للإصلاح بين الناس، سواء كانوا أفراداً أو أسراً أو جماعات وقبائل وعشائر. نختتم هذا اللقاء لهذه الأمسية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف بهذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ بلال مختار. عفوك ورضاك يا رب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. ليلة القدر يا خير ليالينا، حقق الله فيك كبرى ليلة القدر يا خير ليالينا، حقق الله فيك كبرى أمانينا، أنزل فيك القرآن أنزل فيك القرآن معجزة أنزل فيك القرآن معجزة على خير الورى خاتم النبي أنزل فيك القرآن معجزة على خير الورى خاتم النبيين. وليلة القدر رب العرش فضلها، وليلة القدر رب العرش فضلها، وليلة القدر رب العرش فضلها عن ألف شهر أتت منه.